لكن بشكل عام نقدر نقول في البداية أن الحمد لله رب العالمين، فاز الأهلي على الوداد بنتيجة 2-1 في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا، مباراة كان فيها فرص كتير الحقيقة، وكان ممكن تخلص بنتيجة 3 أو 4 أهداف كمان للنادي الأهلي، لكن الوداد الحقيقة برضو نقدر نقول أنه لعب بشكل دفاعي قوي جدا، كان فيه سيطرة واضحة من النادي الأهلي على معظم فترات المباراة، خصوصا في الشوط الأول اللي كان فيه أكتر من فرصة يعني الحقيقة محققة لقتل المباراة تماما، لحد ما نجح بيرسي تاو في الدقيقة 45 في أنه يسجل الهدف الأول برأسية متقنة بعد استغلال جيد لتمريرة رائعة من حسين الشحات، تمريرة عرضية جميلة جدا الحقيقة. طبعا أضاف كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 58 قبل أن يقلص لاعب الوداد سيف الدين بهرة الفارق إلى هدف واحد بنتيجة 2-1. عموما المباراة كانت قوية جدا، حماسية جدا، زي ما كنت بقول لكم من شوية الأهلي كان فارض أسلوبه على الوداد بالاستحواذ وخلخلة الدفاع المغربي والهجمات المتتالية. عايزين نقول إن السيناريو كان ماشي بشكل يكاد يكون مثالي للنادي الأهلي، وبعد الهدف الثاني لعيبة الوداد يعني فعليا ما كانوش قادرين حتى على الدفاع، وكان في كم اخطاء قدام منطقه جزائهم، لكن للاسف قدروا ان هم يسجلوا هدف ريحهم وتعبنا احنا. عموما كولر نجح في هذه المباراه بانه يلعب برتم السرعه اللي لعب بيه من الدقيقه الاولى، وكان هو اساس تفوق النادي الاهلي، وكان طبعا لازم نزود اهدافنا عشان نبقى خلصنا ماتش العوده تماما، لكن هنرجع ونقول قدر الله وما شاء فعل. بننتظر اكيد مباراه قويه جدا في العوده ان شاء الله، النادي الاهلي اكيد مش هيفرط في البطوله وباذن الرحمن يرجع لنا بيها من المغرب. كلام جميل، وهنرجع نقول تاني رغم كل الاحداث المؤسفه التحكيميه، ولكن احنا عندنا برضو مكاسب من هذه المباراه. احنا شفنا تالق لجميع لاعبي الاهلي زي ما كنت بقول لحضراتكم، شفنا تالق لمصطفى شوبير تحديدا اللي كمان خد حقه من التشجيع الكريم، كان دعم كبير طبعا جدا طبعا. انا عجبني جدا فكره انك بتدعم لاعب عندك وبتديه الثقه، الثقه اللي كانت كمان قبل ما تبدا المباراه، يعني مش فكره بس ان هم عملوا له تشجيع بعد المباراه ان هم بيهنوه على الاداء ده قبل كمان ما يبدا المباراه، ده معناه ان هم بيدوه ثقه، احنا واثقين فيك، خش احنا ما فيش حاجه ناقصانا، ما فيش قلق ان محمد الشناوي مش موجود، لا احنا عندنا محمد الشناوي وعندنا علي لطفي وعندنا مصطفى شبير، والثلاثه اكثر من رائعين، والثلاثه كل الثقه الجماهير مديها لهم. فدي كلها كانت مشاعر حلوه جدا. عندنا زي ما كنت بقول بس بعض الاخطاء التحكيميه او الملاحظات اللي بتخص التحكيم زي ما كنت بتكلم، لان اي حد مختص او حتى مش متخصص يا كريم في التحكيم هيقدر يشوفها. يعني لو انا هتكلم شويه بالتفصيل عن الشوط الاول، فكره هنا احتساب ركله الجزاء من تسديده طبعا علي معلول، وبعد كده حكم الفيديو يقول لك طبعا لما اتدخل واستدعى الحكم لمشاهده الواقع وقال لك لا، يعني الغى ركله الجزاء اللي كلنا كنا شايفينها. عندك كمان تقريبا كانت الدقيقه 78 او 80 انا مش فاكره، كان في هجمه مرتده سريعه جدا للاهلي، لكن لاعب الوداد تحديدا وانا مش ناسيه اسمه بقى، يحيى عطيه مش نسيهان ولا مش نسيهان مسك الكره متعمد يا جماعه، شفناها قبل ما توصل لبيرس تاو، احنا شفناها يعني، وكان منفرد بيرس تاو بالمرمى. في ايه؟ كولر قال في المؤتمر الصحفي بالمناسبه ان في اي مكان في العالم الكره دي ما تتحسبش غير طرد للاعب، اخذ كارت اصفر، حد يشرح لنا يعني حد يقول لنا حد يفهمنا، لا يعني لا طبعا على الشاشه لا 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 طبعا احداث بص هي قدامك، لا لا يا كريم لا شيء صعب جدا عجيب. فكان المفروض يكون في كارت احمر طبعًا. يعني مش كده ابدا صريح اصلا على كل حال، لا امبارح احنا نقدر نقول ان المباراه كانت اكبر من الحكم، المباراه كانت اكبر من الحكم، الحكم ليس لديه خبرات كافيه، الحكم كان متردد كثيرا في اتخاذ القرارات، معلش كل ده اثر في الاول وفي الاخر على نتيجه المباراه، ولا قدر الله حاجات زي كده قد تؤثر على نتيجه البطوله.